قلت لازم اشغل التلفزيون عشان بس ما كتبوا بتاع المدرسه ده بس مش بحبه بيفكرني بس بالمدرسه كده قوي وكمان مش واجي وبعدين بقى انا بحب بص اشوف بقى المشاكل اللي بتحصل في المدرسه عشان اعرف مين الشرير ومين الطيب. خلاص هنتفرج 5 دقايق ونغير الكرتون. لا انت مش لازم بس الكرتون يغير ولا مش هيبقى مش هيكسر اسكو. قولي انت وانا انت ناسي ان انت في البيت بتاعي يعني اقدر اطردك بره وكمان اسيب التلفزيون ونتفرج عليه لو زعبولة. انت ما مش ولا مش هتفك التلفزيون. ايه ده تطفي التلفزيون وانا واقف؟ لا فرقة التلفزيون بتاعي والله. وطة وايه بقى يا حميدي وانت مش هتشغل ازاي؟ قولي امال انت بتفصل التلفزيون وانا موجود؟ والله يا حركة لا تردك بره. ايه ده ثانية اما اشوف مين اللي بيرن. ايه ده وبعدين بقى الواد سعلب سعلوب. انت وانا بقى مش ولا مش محتاج فلوس. هقول له محتاج فلوس ايه؟ هو سعلب معاه فلوس اصلا؟ ده سعلب محتاج فلوس عشان يتجوز سعلب. استنوا خليني ارد عليه كده. هلو سالم هاو ار يو؟ ايه حبيكا ليه يا ابني ماشي كام جاي في ام علي؟ استنى سالم ما بيعرفش انجليزي. ايه وات يا ابني انا بقول له هاو ار يو وبزعق فيه انت كمان. بقول له يا ابني هاو ار يو. ايوه يا حبيبي مش انا مش انا مش انت بس سالم ولا ايه؟ انه بس سالم بقول له هاو ار يو يبقى معناه انه بس سالم. حسبي الله ونعم الوكيل في العلمك الانجليزي. ايه ده هاو ار يو؟ ايه ام علي انت بتشتمني ولا ايه؟ ايه هاو ار يو دي يا ابني؟ لا انا بقول لك هاو ار يو يعني ازيك. او ماي جاد خلاص انا اللي اسف. ازيك يا سعلوب عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. ايوه يا ام علي كده كل سنه وانتوا طيبين. ام علي عائله مارشميلو جايه وعاوزه تتبنى طفل، انتوا لازم تيجوا حالا. ايه ده وات عائله مارشميلو؟ اوه استنوا انتوا عارفين من عائلة مارشميلو دي؟ يا حبيكا عائلة مارشميلو جاي عاوزة طفل ولا ايه؟ ايوه يا ابني عائلة مارشميلو. عارفها زعبولة؟ طبعا يا معلم عارفها. مين في الدنيا ما عرفش مارشميلو؟ اوكي يا زعلوب انا وحركاته زعبولة متحمسين جدا لعائلة مارشميلو. بس يا سالم اسمعني، اهم حاجة طبعا الحفلات بتاعت مارشميلو الجامدة عايزين نحضرها. وانا كمان معايا عايز احضر الحفلات. اوكي زعبولة وكمان الواد حركات الفرخة اكيد هيحضر الحفلات. كلنا متحمسين انا وزعبولة وحركات عشان مارشميلو. انت مالي مالي قولي مش بحب مارشميلو وكمان مش اللبس بتاعه. ثانية واحدة كده سعلب بعد اذنك. يا نهار زبادي ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ وطى استنى سعلب بعد اذنك بس هكلم حركات وارجع لك. هولي مولي اللبس ده فرخة. هو حبيبي ابو مش لبس كوية عشان بس ما مارشميلو يختاري يا حبيبي ويحبني كمان. ايه ده لبست لبس كورة عشان مارشميلو يختارك ويحبك؟ هو انت عارف مارشميلو ده مين حركات؟ هو انت يا حبيبي امش لوت لي مارشميلو ده مش بيلعب بسموحة. لا مش سموحة بيلعب مش في نادي الزمالك كوية. مارشميلو ده مش بيلعب كورة. يا حبيبيكا ما بيلعب تنس ولا ايه؟ بيلعب يا ابني مارشميلو ما بيلعبش ولا تنس ولا كورة. مارشميلو ده بيغني. هو يا ابني مش بيعرف يا حبيبي، هو مش بيغني مش في ماتشات الكورة. ما بيغنيش في ماتشات الكورة. مارشميلو ده مغني مشهور وبيعمل حفلات فاهم؟ يلاوي امال يا مش لابس لبس كورة ليه؟ قول لنفسك يا فرخة. عشان كده هتغير اللبس ده تاني ولازم نروح لثعلب دلوقتي عشان نشوف عائلة مارشميلو. يلا بينا. أبو علي عائلة مارشميلو انتوا عارفين ان هي مشهورة وكمان عندهم فلوس كتير، ارجوكم ابقى هاتولي شوية فلوس. اوكي هنشوف طبعا مارشميلو هيختار مين، واكيد اللي مارشميلو هيختاره مننا هيجيب لك فلوس يا سالم. هو انت بقى يا سالم اشارلو هو مش هجيب لك فلوس كتير، يبقى بص مارشميلو اختارني هغني معاه بص في حفلات. تغني معاه فين يا حبيبي؟ بس ما سمعتش كده، انت هتغني معاه فين؟ يا ابني بص في حفلات يا حبيبي. حفلات عشان مارشميلو يبقى فقير وما يبقاش عنده ولا حفله عشان صوتك ده. لا 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 مش صوتي مش جميل. صوتك جميل؟ صوتك دوت لا طبعا، انت لو غنيت صوتك يلم الدبان. ابو علي انا اللي هغني مع مارشميلو. ولا انت ولا هو، انتوا الاتنين نبات. انا اللي هغني مع مارشميلو. انت ولا انت مش صوتك نوب ولا ايه؟ اسمعوني طيب، ولا انت ولا هو ولا هو، انتوا هتروحوا لمارشميلو وهتشوفوا هو طالب منكم ايه على العنوان اللي في الورقه دي، فهمتوا؟ اوكي احنا جينا فين؟ وطى احنا هنختار فريق. خلينا ناخد الاحمر. اوه انا رحت فين؟ الو ايه ده؟ هو انا بقيت في الازرق يا لوي، انا اخترت الاحمر. انت مالي يا مش مش اخترت حبيبيكا؟ ام علي احنا اللي رحنا في الاحمر، انا حركات. حركات احمر؟ زعبول احمر؟ جيش الحرمية احمر؟ ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ اوه الميوزيكا، شايفين بقى؟ مارشميلو قاعد اهو، هو ده مارشميلو على وزنه انتوا شايفين. 1 جو. اوكي مارشميلو عامل لنا تحدي الكراسي. ايه ده انا باخد الموسيقى اللي فوق، بصوا
بنط باخد الموسيقى. اللي باخد الموسيقى بيكسب. اللي فوقينا ليتس جو. خلينا ناخد الموسيقى كده بيو. بعد كده بيو. ايه ده؟ واللي بيقعد على الكرسي كمان. انا محتاج ان انا اقعد على الكرسي. خلينا نضرب العادي. اضرب اضرب. لا بتضربوني يا فراخ. امسك اوان. انت وانا بقى بتشيل على الكرسي. يا لوي يا لوي. الكرسي الكرسي. اقعد هنا كده بقى. لا جيش الحربيه خطفوا من قدامي. يا شويه حربيه. طبعا الماتش بيخلص وبندخل على طول الماتش اللي بعده. ابو علي دلوقتي معاه موسيقى. يا حركات يا حرامي والله يسرقوه من قدامي. انت وانا بقى مش هنكسب كسيوبه. ابو علي انا مش لاقي ولا موسيقى. انا بتفوق كلها يا شباب. اللعبه فيها كراسي يا شباب. ممكن تقعد. بصوا جيش الحرب. اوه بصوا عوني فين. انا محتاج ان انا اقرب من الكرسي. سيبوكم. ايوه يا لهوي سرقوا الكرسي. ايه ده في واحد سرق قاعد عليه. لا احنا كده هنخسر يا شباب. ابو علي مش هعمل كتير جدا. حركات. بصوا بقى معاه 10 بي زعبولة 6 بي. انا ببصوا فين. انا 5. طبعا سرقوا كل الموسيقى مننا اهو. المفروض دلوقتي انا معايا 6. عايزين نجمع حتى. يا لهوي بصوا بيضربونا. ايوه يا حبيبي انت مش لازم تتدب ولا ايه. والله ما في ولا موسيقى في المكان. اوكي اتسرقت كلها. المفروض دلوقتي ان اول ما الكرسي ده يفتح انا اللي اقعد عليه. اول ما الكرسي يفتح اضرب بس كده بعلي العيال. اوكي اضرب. انا اللي اقعد. لا الوقت سرقوا. ايه ده الوقت خلص. مارشميلو هيختار دلوقتي. اوكي اللي كسبه طبعا اهم حركاته وصاحبه طبعا. هو يا حبيبي طبعا بيختاروا لنا اللعبه الثانيه في عجله الحظ. مارشميلو هو صاحب المسرح ده. صاحب الستيج بالاغاني بالسماعات بكل الحاجه اللي انتوا شايفينها دي لان هو مغني مشهور اهو. يا علوي هو ده مارشميلو. ليتس جو. التي ان تي توز. طبعا المفروض ان هو في حد هيكون مع التي ان تي. اوكي 2 1 ليتس جو. انا واحد من جيش الحرميه. المفروض ان اكتر واحد تقريبا مش هيفرق من التي ان تي ولا هيكسب. زي ما انتوا شايفين دلوقتي انا معايا بالسكاب 10 بي. ليتس جو او 10 بي. اوكي المفروض دلوقتي اوه نط من هنا بيو. ليتس جو. انا ممكن اطلع. لا انا مش عايز اقرب من الناس. يا لهوي انا ماسك بايدي. ليتس جو. طلعت فين يا ابو علي؟ يا سلام علي انت فين. انا بص اكتر واحد معايا البي. يا حبيبي كمان ما نمشي معايا. مش بتاع مش بي دي مش كتير. بص يا علوي اللي لونه احمر ده ولا يفرقع المفروض نبعد بعيد عنه. ايه ده ابو علي هو اللي لونه احمر ده ولا يفرقع؟ اه والله انت ما تعرفش ولا ايه؟ لسه عارف المعلومه دي دلوقتي. اوكي ثانية نط كده. يا لهوي لا انا امسك يا زعبول امسك. ايه ده ابو علي انت بتديني بقنبلة. لا ابو علي ما تدانيش. يا لهوي ابو علي قبل دلوقتي. معلش يا زعبول انا اسف. ابو علي والله بس انا زعلت منك ابو علي. انت حط القنبلة في وشي. هعمل لك يا زعبول انا معايا قنبلة تانية يا شباب. اه اديني فرقعت. احسن ابو علي عشان فرقعتني زول. عاجبك كده اديني موت. اسكت بقى يا زعبول. المفروض ان احنا نجري بقى تاني. بقيت المركز الثامن بعد ما كنت الاول. الواد اللي ادالي القنبلة ده وكمان الوقت خلص. انت مالي مالي مش كسبنا كشوة او جيش حباية. برضه جيش الحربية النبات. اوكي علوية مارشميلو بصوا فرحان. اوكي لوكس وي هاف ا وينر. طبعا مارشميلو اللي بيتكلم يا علوية. هولد اون تو يور سيتس ليديز اند جنتلمان. المفروض ان احنا بنقعد على الكاسة بتاعتنا عشان نشوف الوينر. اند ذا وينر از الفائز هو ايوه مين؟ تيم ريد الفريق الاحمر. احنا يا حبيبي يا حبيبي كابتن احنا اللي كسبنا كشوة. حركات اللي كسب الفريق الاحمر. ايه ده بس الفريق الاخضر المفروض اللي هو اللي كسب لان معاه 3. وات ازاي حركات اللي كسب الوينر الفريق الاحمر ازاي؟ هو احنا مش كسبنا كشوه. ده غش على فكره. المفروض الفريق الاخضر اللي يكسب. دلوقتي بصوا بقى نختار الفريق من تاني عشان كده بصراحه ظلم اللي حصل ده. انا اختار على اللي هو فريق اصفر. خليني اروح على الفريق الاصفر. المفروض اروح عند الاحمر عشان لوني احمر. اوكي اللي يجي معايا لازم نكسب طبعا. انا وزعبوله بقينا في الفريق. اوكي ذا تايم هاز كام. مارشميلو اللي بيتكلم بيقول الوقت خلاص جه. اوكي مارشميلو طبعا اهو. اوه مارشميلو يا جامد احنا بنحبك جدا. ابو علي هو ده مارشميلو اللي انا بحبه. يا حبيبي كمان كنت فاكر بيلعب كوره. كوره مين يا فرخه انت؟ هو اللي كنت فاكر مش بيلعب فريق الزمالك كوره. نادي الزمالك كوره يا نوب انت. حركات اهو مارشميلو على ما شايفين بيخبي وشه دايما والاغاني بتاعته جامده جدا. دلوقتي بص هنشوف اللعبه اللي هتبدا دلوقتي عشان طبعا حركاته فريق كسبه مره وزعبله كسب مره. المفروض ان احنا نكسب برده مره عشان نبقى متعادلين. اوكي خلي الماتش يبدا. مارشميلو اللي بيتكلم وبيضحك كمان مش عارف ضحك ليه. تقريبا اللعبه مضحكه. اوكي لعبه الكراسي تاني. هو دايما مارشميلو بيبدا بالكراسي زي ما هو قاعد. حركات الفرخه المره دي. انا عايز اقعد اكتر واحد على الكرسي. لا ابو شكت واحد مش على الكرسي. اوكي بسرعه 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 بسرعه. موسيقى موسيقى خدت موسيقى. موسيقى تانية. موسيقى الثالثه. ليتس جو. الموسيقى الرابعه بسرعه. اوكي خدتها. ابو علي معاك معايا كام؟ 2. هاو المفروض يبقى معايا كتير. اوكي بسرعه بقى معايا 3. ابو علي انا مش لاقي ولا موسيقى. خد خد دي يا زعبوله. في واحد هنا كده عند الواد الكنشتش. يا كنشتش يا نوب بص بيضربني. يا كنشتش ضربني عشان ما اخدش الكرسي منه. اوكي طبعا الماتش بيخلص وبيروح بادئ من تاني عشان الموسيقى تترسبن. خلينا ناخد الموسيقى دي. انت ولا ابو علي ابو انت كنش الموسيقى. اوكي فرخه يا رب ما تخلص. يا لو يا لو يا لو سرقوا الموسيقى. خلينا ناخد الزرقاء دي. خدنا كمان دي.
اوكي انا بقى معايا 9. ام علي اوريك على طول. بس عبد الله عايزين نكسب. ام علي بقى محاول بس المشكله في الفريق حرامية كتير. خليه يضرب العيال. لا 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 الكرسي بقى فاضي، الكرسي بقى فاضي يا شباب. اوكي اقعد ليتس جو. انا اخدت الكرسي، اخدت طبعا بوس بوين. ام علي انت دلوقتي بوس بوين معاك 12 بيه. المشكله ان في واحد مجيش الحرب معاه 23. ابو شلا يا حبيبي يا حركات الفرخه، يا رب النت يفصل عندك. لا لا يا حبيبي النت شغال. يا رب يفصل يا رب يفصل. المفروض ان احنا لو خدنا كراسي هنكسب بقى. لو عايزين نروح للكرسي ده. اوكي اوكي خلينا نضرب العيال دي. يا لوي بصوا بيضربوني من ظهري يا فريق الحراميه يا نبات. اترك كده يا معلم اقعد على الكرسي. يا بيت سرقت منه والكرسي. المفروض لا تاخد بوينت كتير بقى معايا 18. بس الموسيقى احسن على فكره. الماتش خلص وبقى ايه ده؟ الوقت خلص خلاص؟ اللي كسبوا مين حركات وانا مركز التالت؟ المفروض انت زعبول الرابع. ليش يا معلم جابوا احمد في العربيه؟ انا اكتر واحد اللي كنت مركز الرابع. ايه ده؟ حركات انت ما تغيبش انت واصحابك. لا احنا مش محتفين. طيب ماشي الرابع حلو. بص عشان طبعا هو طلع المركز الرابع من جيش الحراميه فرحان. ام علي المفروض المركز الرابع ايه ده؟ طب ما نشوف زعبول اللعبه الثانيه. دخلنا اللعبه الثانيه. مارشميلو اهو طبعا بيقدم لنا اللعبه. اوكي طبعا في حاجات بيقول لنا انتوا هتعملوا لها دوج، يعني لازم ما تخبطش فينا. اما نشوف ايه الحاجات دي اللي هي ما تخبطش فينا. 1 جو. اوكي اللي يلا يلا انا بقى لا لا اللي هيقع طبعا يموت. يلا في ليزر بيو طبعا. الحقوا في بلالين. اللي ياخد البلالين دي يبي خدت بالون. وفي ليزر وفي خشب وصناديق وكنابل. يا نهار زماني. طب علي انا اكتر واحد. ايه ده انا اكتر واحد دلوقتي. طب علي انا كنت اكتر والله الحمد لله. مش مشكله يا زعبول انا وانت نفس الفريق. ايوه ايوه صح. انا حاجه حركات الدبوس ما بيكسبش. انت وانت ومش مش بتحسدوني حسوده. بس يا فرخه انا اول واحد. ليتس جو. يا لوي في واحد سابقني. ايه ده خد مني الفوز بواحد بس. بصوا الزعل وي. انا كنت المركز الاول ازاي الواد الفرخه ده مسابقني؟ هو 54 ولا 54 وكم؟ وات العيال دي بصوا دافع على البرشميلو دافعين فلوس. احملك بس دافعين فلوس مين يا ولا انت؟ هو دافعين فلوس بتغشوا بدي المارشميلو فلوس عشان يكسبكوا. لا احنا مش محترفين. محترفين مين يا نوب انت فرخه؟ طب علي وبالين بس بياخدوا مننا المراكز. انا بكون المركز الثاني بيطلعوني الرابع. مش عارف دي نوبات. اوكي ما نشوف اللعبه الثانيه. في بلوكات بقى يا حبيبي دي لازم ننط ونشوف مين اللي هيوصل. لو فريق حركات كسب المره دي يبقى هم كده دافعين فلوس عشان طبعا اللي هيكسب هو اللي هيكون متقدم. اوكي البتاع بصوا بتعمل 3 مرات اهو. نط كده زعبول قلدني يا زعبول امشي معايا. طب علي انا مش عارف انت بتفتح امتى. اهو الثانيه بتاع بصوا بتنور 3 مرات كده بعد كده تنط. انا الاول. انت ما مش بتموت يا فرخه يا نو. اوكي نط كده يا علي. ليتس جو ليتس جو بسرعه. 2 3 يبي اب علي وصل. بص على بتعمل 3 مرات. بصوا 1 2 3 بعد كده الثانيه بتروح فاتحه. اوكي اللي بعدها 1 2 3 يبي اب علي الاول. اب علي كده يا رب تكسبه. هكسبه بس يا عبد الله ما تقلقش. بسرعه 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 العيال ورايا. اوكي عديت الفرخه. احبك بس شويه بقى مش هاكر. هاكر مين يا نو؟ انا محترف. يا لهوي كنت والله كنت طالع فرخه. احسن يا لهوي والله ما انا اللي موقع نفسي. انا فعلا وقعت. اللي يتكلم مع حركات حركات ده فقر والله. اللي يتكلم معاه يتفقر ويخسر على طول. انا قلت لك يا معلم ما تتكلمش معاه. انا مش عارف بس يا نهار زبادي وقعت تاني. بس مش مشكله يا شباب انا الاول برضو. انا الاول مع ان انا واقع بس الحمد لله انا اللي كسبت. وبعدين بقى انا اللي كنت المركز الاول قبل المركز التاني. ازاي الواد ده كسبني؟ انت ما انا ما مش هتشبع مش بيلعب مش قوي. بيلعب من الاول ايه بس؟ ازاي معاه بوينت اعلى؟ ابو علي هو كان بس بيلعب قبل ما احنا نلعب عشان كده بيكسب. معاه بوينتات من الماتش الاولاني. طيب طيب ماشي المفروض انا اللي كنت كسبان. اوكي ايه اللعبه دي؟ بص مارشميلو بيعمل علينا بليزر احمر. الليزر ده طبعا لو جه علينا احنا خلاص كده متنا. ماشي المفروض دلوقتي ده سباق. ليتس جو. زعبوله تعالى ورايا. طب علي وانت عارف السباق ده ولا ايه؟ والله مش عارف. ايه ده العيال بتتزحلق بالشيفت. اوكي مارشميلو عمال يتكلم. الاسهم امشي ورا الاسهم يا زعبول. هو في كنابل. يا لهوي في كنابل. الكنابل دي ممكن تموتنا في اي وقت. طب علي اهم حاجه بس ان احنا نوصل. يبي بسرعه بسرعه. لا لا نط كده نط. ليتس جو. الكنابل اللي نجحي. اوكي في واحد طبعا مسابقنا اهو بس مش مشكله. اهم حاجه ان احنا نوصل قبل 38 ثانيه ما تخلص. يا لهوي انا وقعت ليه؟ اطلع كده يا معلم. اطلع. لا اطلع يا نوب انت. يا نوب اطلع. الحمد لله طلعت. اوكي بسرعه بسرعه. جيش الحربيه يا نوبات. الحمد لله عديت.
فاضل 24 ثانية وصلت لخط النهاية. انت ولا مش مشجع قوي؟ مش مشكلة يا فرخ، اصل السباق ده عادي، اللي يجي الاول او الثاني، اهم حاجة ان احنا نيجي. طب علي، وبعدين بقى في الكلام اللي جاله قوي يا فجر. الكلام الكتير بصراحة. وصلنا لخط النهاية، فريق احمر 2 فريق اصفر 2. اهو يا علوي، المفروض انا المركز الثاني. ازاي المركز الثاني؟ الواد ده بصوا، عشان مجمع طبعا البيدي اللي هي طبعا بتخليه يكسب كل مره يطلع مركز الاول. اوه ايمن، لوكس وي هاف ا وينر. مين الفائز يا مارشميلو؟ المفروض دلوقتي يقول لنا اقعدوا طبعا يا ايها الساده والسادات، اند ذا وينر از الفائز تيم ريد. احنا اللي كسب. وات اه ما يكبش، انا كسبنا كسوبه. حركات اللي كسبوا برضه. ازاي علوية؟ احنا مجمعين بوينتات على بينهم 434 بي وحركات 412، احنا الاكتر. اسكت يا ولد، انت مش احنا مش فايزين. طب علي الغش ده، العدل ازاي بتكسب؟ انت هتقول لي انا؟ والله انا مش عارف ازاي حركات بيكسب. حركات بيغش، اعتقد ان هو دافع لمارشميلو فلوس علوية، صح؟ طب علي دافع ايه بس يا معلم؟ حركات حرامي. انت ولد، انت مش احنا محتفين يا حبيبي. خلينا نغير فريق كده، ممكن يكون الفريق وشه وحش علينا، خلينا نروح الفريق الاحمر مره. اوكي دلوقتي ابو علي بقى في الفريق الاحمر عشان لبس احمر، يمكن اكسب. مارشميلو طلع لنا تاني، يلا بقى مارشميلو بسرعه بقى عشان عايزين نشوف مين اللي هيكسب. اهو جاي لنا بيضحك وفرحان. اوكي جيم شو، ورينا بقى مارشميلو. بيقول لنا انتوا الفريق الاحمر لازم تكسبوا، وحركات الفرخه الفريق الاصفر بدل معايا. احنا مش اللي هنكسب يا حبيبي، العيب مش فيكم انتوا، مش في اللون. العيب فينا احنا مش في اللون. اما نشوف دلوقتي اللعبه هتكون ايه. اوكي عباره عن ايه؟ التي ان تي ولا ايه؟ اما نشوف اللعبه. اللعبه اللي هي بتاعت الليزر، حلوه. وزي ما انتم شايفين الفرقه ايه؟ طب علي انا بقيت في الفريق الازرق. زعبوله الازرق، حركات الاصفر، انا الاحمر. اوكي بسرعه، يلا عايزين ناخد البالون. البالون البالون يا لهوي، ما لحقتش البالون، البالونه اتشفطت. اه يا حبيبي اتشفط، ابو اتشفطتها كلها. حركات الفرخه يا فرخه. اوه انا خدتها؟ ما اعتقدش ان انا خدتها، بس عايزين ناخد. نو انا كنت واقع بس الحمد لله ما وقعتش. خدت البالونه الثانيه، خدت الثالث، لا القنبله. يلا مع الليزر. هو انا مركز في البلالين عشان طبعا افوز، بس طبعا ما لحقتش اخد كل البلالين. حركات شفاطه كلها، حركات حرامي، حركات واحد بجيش الحربيه. بعد كده المركز الثالث، او زي ما انتم شايفين جيش الحربيه الاول. والله مش عارف ازاي انا اصلا ما طلعتش المركز الثالث، وانا طالع في البتاع المركز الثالث. طبعا مارشميلو بيحب اللعبه بتاعت الكراسي دي. يا نهار زبادي، حركات مجمع 23. انا المركز، انا كنت المركز الثاني. طب علي وانا كمان. طبعا فريق الحربيه المركز، حركات ما تحطش اصلا. يا حبيبي كغش ولا ايه؟ اعترفت دلوقتي بالغش. ها جات لنا لعبه ثانيه جديده. اوكي ما نشوف اللعبه دي. يتحلف علينا بحاجات من فوق. 2 1 ليتس جو. في بلالين كمان، خلينا ناخد البالون الاول. يا سلام خدت اول بالونه، وناخد الثانيه والثالثه، وفي كمان. اوكي خلينا ناخدهم. ابو علي انت الاول، حافظ على الصداره. حافظ على الصداره، خدت البالونه الثانيه. يب ايه ده، انا ايه اللي وقعني؟ الو انت مالك مالك مش هموت؟ يا رب اموت. ايه بقى اديني موت، ريح بقى ريح، اديني موت فرخه. ابو علي اهم حاجه بس ارجع خد البالين تاني عشان تكسب. اخد البلالين، خدوها 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 الحربيه، والله الحربيه. المركز الاول على مع 34، خدوا بالكم عشان انا بموت على الفاضي. اوكي المفروض دلوقتي ان احنا بنزيد البوينتات بتاعتنا عشان احنا عايشين. يا لو في بلالين ورايا وانا مش شايف، مش شايف. اوكي خدت البالونه، ناخد البالونه دي كمان. ليتس جو انا الاول. خدت خدت البلالين، بس انا الاول برضه 55 بي. ليتس جو. طبعا معايا البي دي اللي هي البوينتات. يا لهوي لبست في وشي. انت ولا ولا مش هاخد بالك الشدايع. تاخد مني الصداره ده يا فرقه، ده اللي اخدها. اوكي بسرعه، ابو علي الاول، شايفين انا 65 اهو، انا الفايز دلوقتي. مش هيحطوا اسمي، المفروض اسمي اللي يبقى فوق. بصوا بقى جيش الحربيه برضو. ابو حميد كمان، انت مش ليه؟ ابو علي غش يا معلم. طبعا غش كده، وانا حركات الفرقه انتوا بتنصبوا عليه. ده لعبه البلوكات، هعديها افوز، المفروض ان انا اللي اكسب. عارفين لو قالوا لي جيش الحربيه اللي كسب، يبقى اللعبه دي خلاص على الوين. بتشجع جيش الحربيه. 1 ليتس جو. المفروض دلوقتي ان احنا هننط. اوكي ما تنطش يا زعبول، استنى. امال ايه يا ابو علي؟ استنى بص، لما انا نط تروح انت نطت على طول. امشي معايا يا زعبول، هتعمل 3 نطات. 2 3 يا بي عديت. بص الحرميه النوبات. وات انا رحت. يا لهوي ابو علي فين؟ ابو علي دي نطت ورا. طب مش عارف ليه ما فتحتش بصراحه. انت ولا ابو علي مش موتك ليه يا دو؟ حد قال لكم بمشي ورايا؟ يلا ابو علي بسرعه، خلينا جينا كمان. يلا بقى دي، ايوه المفروض انها كانت تفتح كده. دي اللي هتفتح. بص بقى على الواد، 2 3 بسرعه بسرعه. لا وقعت. 60 بوينت ما جمعتش، طلعت المركز الثالث. اهو بص طلع المركز الثالث، مطلع لي برضه جيش الحربيه. طبعا مارشميلو طلع لنا. لوكس وي هاف ا ويدر. مين الفايز يا عم مارشميلو؟ يلا قول. دلوقتي بيقول لنا اقعد على الكراسي.
انت مالي مالي مش هون بس كويسي عشان مش هادي نكسب دواتي يا دو وكمان مش سايف لنا كمان كمان اسقف لكم انا تيم ريد الله احنا اللي كسبنا ليتس جو اعمل كمان شغل شو كان دايق ولا مش كم كدوبه 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 احنا 755 بوينت حركات المركز الثاني فريو 680 بعد كذا عبوا المركز الثالث معايا احنا فريق راس واحد ماليش دعوه احنا اللي كسبنا يا حركات يا فرقه ولا مش نازمه ولا ايه المفروض دلوقتي برشلونه يختار مين طبعا الاولويه هيكتبوا لنا في الكومنتات اكتبوا لنا في الكومنتات مين احسن واحد لعب اللعبه احسن فريق يعني فريق ابو علي ولا فريق حركات الفرقه ولا فريق زعبول ابو شحبيبي ولا جنب شعب كوره ابو شمالو تلعب ايه ثاني بس كوره زعبوله هيختاروا مين بقى اكيد انا ابو علي بعدين الفريق كان ضايع زعلان ليه ما كملوش فريق معلش المره الجايه اكمل لك الفريق يلا يا علوي انزلوا اكتبوا لنا في الكومنتات مين بقى اللي كسب الفريق الاحمر ولا الاصفر ولا الاخضر ابو علي ولا حركات ولا زعبوله لو عايزين تلعبوا اللعبه دي هتظهر قدامكم دلوقتي بحبكم من كل قلبي ابو علي انا اللي كسبت لا مش انت هم اللي هيكتبوا هنشوف مين اللي كسب لا يا حبيبي ابو تشيك كسبت كشوبه بس فرقه مش انت طبعا انت وجيشك النوب ده روح واضح لك شنباتك اوقات روح اعلق شنبات دي يلا لو نشوفكم بكره في حلقه جديده سلام